الحجر الصحي كان له تأثيرات نفسية على شريحة الشباب والأطفال خاصة بعد أن وجدوا أنفسهم ملزمين في وقت وجيز بالتأقلم مع الكثير من المتغيرات الحياتية. ومع التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي عاد الأطفال والشباب إلى معانقة الفضاءات العامة في ظل الإجراءات الاحترازية. أما بالنسبة لأنشطة التخييم التي تميز كل موسم صيف ببلادنا فقد أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة أن فتح مراكز التخييم لاستقبال أنشطة التخييم التي تنظم في الهواء الطلق وبشكل جماعي أمر صعب ويتعذر تحقيقه في الوقت الراهن، كما أنه من المرتقب أن تتم إعادة فتح مراكز التخييم ابتداء من شهر شتنبر المقبل فقط لاستقبال أنشطة بعض الجمعيات العاملة في الميدان كالتدريب والتكوينات والملتقيات في إطار دعم هذه الجمعيات بوضع مراكز الوزارة رهن إشارتها لتنظيم أنشطتها، وذلك حسب تطور الوضعية الوبائية وباستشارة مع المصالح المختصة. وللحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا هنا في البلاطو السيد عبد الرحمن أجباري رئيس مصلحة المخيمات بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. سيد الكريم أهلا بك معنا. شكرا لك وأجدد الشكر إلى القناة الأولى على الاستضافة وعلى التواصل مع شريحة مهتمة بالبرنامج الوطني للتخييم وكذلك الاشتغال في دور شباب ومراكز المخيمات ومؤسسات أخرى شبابية وطفولية. نعم شكرا لك أيضا. بداية ما هو سياق إلغاء برنامج التخييم لصيف 2020؟ دائما نحن في سياق وطني ودولي موحد إلى صحة التعبير، لأنه فيروس كورونا المستجد أرخى بظلاله على مجموعة القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية، فكان لزاما على الوزارة من باب أولا الحفاظ على السلامة ديال المواطنين وكذلك المرتفقين ديالها على مستوى دور الشباب ومراكز التخييم أن تقوم بإجراءين بعد استشارة المصالح المختصة، طبعا لأنه كتعرفوا الحالة الوبائية والصحية تقتضي أننا نراعي السلامة والصحة ديال المواطنين وخاصة الأطفال والشباب. فكان لزاما على الوزارة أنها تأخذ قرار لأنه صعب، وإن كان صعبا ما لأنك تعرفوا المخيم أصبح برنامجا تربويا يحضر في الحياة اليومية أولا للأسرة المغربية للطفولة والشباب باعتباره أنه له تاريخ كبير جدا يتعدى قرن من الحضور. أكيد بأنه هذا البرنامج هذا نظر الحمولة ديالو التربوية، فلا بد كان من الواجب على الوزارة الوصية وزارة الثقافة والشباب والرياضة أنها استقراء الوضعية الحالة الآن ثم كذلك تأخذ إجراء من قبيل فقط ماشي يعني تعطيل البرنامج ككل، وإنما ما كاينش شروط كما كيقولوا نرجع ومهيئة أنها تقوم بتنظيم الأنشطة المخيمات في شكلها التقليدي. من كنقول شكلها التقليدي بحمولة أكثر 150 ألف طفل على مستوى المخيمات القارة والمخيمات الحضرية وتهبئة موارد بشرية كبيرة ولوجيستيك وإلى غير ذلك، ولكن الوزارة دائما مستحضرة كتستحضر بأن هناك لا بد من تدخل تربوي يخفف الأعباء النفسية اللي عاشها الطفل واليافع والشاب خلال فترة الحجر الصحي. نعم سيد أجباري، كما ذكرتم موسم التخييم لصيف 2020 يتعذر تحقيقه في الوقت الراهن، ما هي البدائل المقترحة للتنشيط السوسيو تربوي خلال الفترة الصيفية؟ تبعا لاختصاصات وزارة الثقافة والشباب والرياضة وإيمان منها بالأدوار ديالها الطلائعية على مستوى أولا تمكين الطفولة من فسحة تربوية من أجل أولا تفريغ الطاقات ومن أجل التأهيل ومن أجل التكوين، دائما غير مثلا تم توقيف الأنشطة وما كانش إمكانية، ولكن بمعية الشركاء ديالها الجامعة الوطنية للتخييم والحركة الجمعوية النشيطة والمهتمة بالعمل التربوي عملت على دراسة مجموعة ديال البدائل التنشيطية اللي غتكون إن شاء الله على كما كيقولوا في خضم هذه الأزمة هذه ما بعد الحجر الصحي خلال شهر أوت غشت يعني بالدرجة الأولى وثم الأشهر القادمة. كذلك في السياق هذا الوزارة يعني حطت واحد دليل إجراءات اللي خصنا أننا نشتغل عليه كأطر ديال القطاع كحركة جمعوية في إطار تنزيل البرامج ديالها سواء تنشيطية، وهنا خصنا نعرفه بأنه هذه البدائل التنشيطية جاءت أولا استجابة للوضعية الحالية، لأنه كتعرفوا القطاع ما توقفش وإن كان خلال الحجر الصحي اشتغلت الأطر القطاع بأنشطة رقمية، الحركة الجمعوية اشتغلت بمناشط تربوية وكذلك محاور توعوية، فلهذا دائما كنضمنوا الاستمرارية ووفق الوضعية الحالية عملنا على طرح مجموعة البدائل اللي هي بدائل كتوجه للطفولة وكتوجه لليافعين وكتوجه للشباب.
نعم سيد أجباري، في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، ما هي الأفاق المستقبلية للبرنامج الوطني للتخييم؟ قبل ما نمر الأفاق يمكن أن نعطي خطة عريضة إلى سمحتي لي إذا كانت الإمكانية، وأننا عندنا برنامج تنشيط الأحياء اللي غادي يكون موجه للطفولة، كذلك عندنا برنامج تنشيط الشواطئ، عندنا كذلك يعني دعم مجموعة الأنشطة اللي غتكون خاصة بالشباب، وكل هذه إما غتقوم بها الأطر القطاع وإما غتكون بدعمين لمشاريع تنشيطية وبرامج ترفيهية عن طريق الجمعيات. وفي هذا السياق هذا يمكننا نقول بأنه البرنامج لا زال مستمرا. البرنامج الوطني التخييمي إذا كان تم إلغاء المخيمات الصيفية إن شاء الله راه عندنا أنشطة أخرى عام قريب على مستوى شهر شتنبير وإلى جنبير، بارتباطا دائما بالوضعية الصحية والبوابائية، عندنا جامعة الشباب، عندنا أنشطة نهاية الأسبوع، عندنا الدورات التكوينية، كل هذه المجالات وكل هذه الأنشطة بالإضافة إلى أنشطة أخرى متميزة ستكون في حينها. البرنامج الوطني للتخييم هذا أصبح أصلا مشروعا مجتمعيا تربويا، والوزارة الوصية بمعية الشركاء ديالها دائما مستحضرة بأنه التطوير دياله هو تطوير للخدمات الموجهة للطفل والشاب واليافع. وفي هذا السياق هذا غادي نستحضر دائما بأن الوزارة عازمة على تحديث الاشتغال من خلال الرقمنة ديال البرنامج، كذلك تحديث البنية التشريعية من خلال قانون منظم لنشاط التخييم، كذلك الاستمرار في إعادة هيكلة وبناء الفضاءات ديال التخييم، استمرار كذلك في تحديد المضامين الموجهة للطفل والشاب واليافع باعتبار أن المؤسسة هذه هي مؤسسة ديال التنشئة الاجتماعية والترفيه والتنشيط خارج الصفوف الدراسية. دائما كما كنقولوا بأنه الطموح كبير جدا، ولكن التعبئة ديال الحركة الجمعوية خصها دائما تكون مهيئة نفسها ومهيكلة نفسها، ودائما الوزارة في إطار دائما المقاربة التشاركية فهي تستعين باستشارة مع الحركة الجمعوية مع القطاعات الشركة والمستدخلة في هذا البرنامج اللي أصبح برنامجا يحظى دائما كما سبق الذكر برعاية سامية واهتمام جمعوي واهتمام مؤسسات الشرعية ووسائل الإعلام مشكورة كما هو في الحال في الجلسة معكم. الشكر موصول لك أيضا سيد عبد الرحمن أجباري رئيس مصلحة المخيمات بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.